اهلا وسهلا بيكم مره تانية وتفاصيل. خلينا متفقين انا وحضراتكم ان القلق شرعي، ونحن نخاف على مستقبل ولادنا وحياتهم وايامهم ودنيتهم اكيد، ولكن اسمحوا لي اقول لكم ان ربنا اللي بيربي حقيقي. في اب بيعمل كل اللي عليه، كل اللي عايزه ان ولاده يبقوا بخير، ان هو يلاقي فرحه، وحقق اي اب وام يدوروا على فرحه، فرحه تسر قلوبهم، يطمنوا يكملوا. ده مهم جدا وحق شرعي، ولكن تعالوا نبسطها على نفسنا. انا ممتنه لفكره الاب اللي بيجي يقول لك مش كل الحياه التعليم. ايه انا حالي بتقول ايه ده؟ تمام يا محمد رمضان وحمو بيكا ومش عارف ايه، هان هيل اهدوا، مش دول خالص. احنا لا نبحث على البلا قيمه، واولادنا عارفه ان ده بلا قيمه خالص، مش ده. مفيش حد بيحب يعيش من دون قيمه، بدليل لما بيشوفوا طالعين بعربيات فارهه ويعملوا حاجات عجيبه ويلبسوا دهب 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 وحاجات، هم نفسهم يحسوا بقيمه. يعني الطالب اللي شايل على ظهره الكتب ده ومروح ألف من يغير منه، الولد اللي مش عاجباه الكلية اللي هو فيها ده لا يتغار منه. ليه؟ دي القيمة. مفيش إنسان ربنا خلقنا بقيمة، مفيش حد بيعيش بلا قيمة مرتاح. تلاقيه بيتمادى جواه كده حاجة يقولك لا ده أنا موجود، لا اوعى تفكر، هو بيبقى نفسه تبصله على حاجة. طب لما نقول كلمة ربنا بيربي، لا دي كلمة كبيرة قوي. تعالوا بقى نسمع منها الكلمة دي، نسمع أهل العلم هما بيتكلموا فيها. منورني يا شيخ عبد الحميد. الله يخليك يا أستاذ. يجي حد يقول لك الشهادة مش مهمة، أنا ده شايف فلان وعلان وراكبين عربيات ولابسين دهب في صدرهم قد إيه، ومنظر شكله إيه، وبيوتهم فين، وبيطلعوا لايفات من فيلا شكلها إيه. فتيجي تقول له أنت الكلام ده، تعليمك ده الحاجة اللي تتحسد عليها إن أبوك بيساعدك ويدعمك. الرسوخ الفكري والرسوخ العاطفي اللي الاب بيفضل يقول لابنه، في واحد تكلمه مره يقول له يا ابني ذاكر، يا ابني بلاش من اهدى، وفي ابن تاني ربنا سايقه. صحيح. ابن كده مع نفسه، يا ماما ما تقلقيش، ما تخافش على ابنك، انت تمام. اي بابا انا تمام. عارف انت الجمال ده؟ صحيح. هو ايه الفرق؟ الحمد لله رب العالمين الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال، وتخر من هيبته الصواعق والجبال، الذي خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى، بل خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نشهد يا رب في هذه الأيام بأنك لست بإله استحدثناك، ولا برب يبيد ذكره، ولا كان معك آلهة في الحياة فندعوهم ونذرك، بل ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك. لك الكلمة التي لا ترد، ولك القوة التي لا تحد، ولك النعمة التي لا تعد. بعد الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوليه، هناك فرق في الحياة بين شيء له ثمن وشيء له قيمة. أيوة. إياك أن يكون لك ثمن في الحياة. كل اللي حضرتك بتقولي عليه هذه ليست سعادة، ليست سعادة حقيقية، لأن احنا تربينا على الدين، وربنا جاب لنا دين وبعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا أن سعادة البشرية اتصال المخلوق بالخالق، واتصال المرزوق بالرازق، واتصال المربوب بالرب. طول ما انت بعيد عن ربنا، اياك انك تسمع زي ما حضرتك بتقول ان هي في مكان او هو في مكان، او تلبس كذا او تعمل كذا، او انا في بالي بعد ما قالت انا في بالي بكذا بيومين اتنين اتطلقت. كان السعاده الحقيقيه في اتصالك بربنا. انت كمان عارف، انت متابع وعارف. اتفضل. السعاده الحقيقيه في اتصال الانسان بربنا. صح. السعاده الحقيقيه ان يكون حبل تفريج الكروب بينك وبين الله موصول، هي دي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية انك تخاف انك ما تعملش الخير. السعادة الحقيقية بل البلاء الحقيقي ان ما يكونش فيه خير في حياتك. مش البلاء انك تكون فقير، ولا البلاء كذا، انت خايف على نفسك، انت خايف على اولادك، زي ما حضرتك بتقول انت خايف على مستقبلك، خايف على تجارتك، خايف على زوجتك، خايف على اولادك، خايف على مستقبل اولادك. الخوف، هو في خوف اشد من خوف سيدنا موسى على نفسه؟
لما يضرب وكز انسان فقتله، فاصبح خايف لان من قتل يقتل. هذه شريعه، والشريعه الحقيقيه لسنا ارحم بالعباد ممن خلق العباد، لا ابدا، احنا مش ارحم بالعباد ممن خلقهم. فسيدنا موسى خاف على نفسه وجاء، مع انه ما قتلوش، ده هو بس وكزه بايده كده. ولن نتكلم عن التفاصيل ابدا في هذا الموضوع لضيق الوقت، ولكن سيدنا موسى خايف على نفسه، خايف، وفي خوف اشد من خوف الانسان على نفسه هيموت. وجاء رجل من اقصى المدينه يتسعى، قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. سيدنا موسى يخرج يصل الى ارض مدين، لم يكن له بيت، خايف على نفسه، لم يكن له بيت، لم يكن له عمل، لم تكن له زوج. ايه اللي عمله سيدنا موسى؟ ان كنت خايف على نفسك اصنع معروف، اصنع الخير مع من عرفت ومن لم تعرف. قال علماؤنا ان صنعت الخير مع من عرفت ومن لم تعرف سيصنع الخير لك كل الناس في الحياه، من عرفته في الحياه ومن لم تعرف. الخير الحقيقي انك تكون مع ربنا. فسيدنا موسى لما فعل خير، صنع معروف، فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كأن الإنسان بدون خير في الحياة هو في الحقيقة بلا حياة. الإنسان بدون خير في الحياة هو في الحقيقة بلا حياة. أي حياة للإنسان وهو بعيد عن الخير؟ أي حياة للإنسان سل الدنيا بأسرها وهو بعيد عن تفريش كروب الناس، وهو بعيد عن تنفيس هموم الناس؟ إحنا دايما يا أستاذة دايما زي ما تعلمنا من حضرتك إحنا بنعالج السبب. أنت أسدتنا والله والله. أنت إحنا دايما بنعالج السبب. كتير من الناس يعالج المرض، أنا عندي صداع فروح للدكتور يديني 1 2 3 اخف، بعدها بيومين يجي لي صداع 1 2 3 اخف. لا، العلاج الحقيقي علاج السبب. اعرف الصداع بيجي لي من ايه. شوف عشان ما يجيلكش بلاء خليك مع ربنا، عشان ما يجيلكش هم، وعشان ما يبقاش عندك تعب ولا شوف سيدنا موسى عمل ايه. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير الفقير. صنع معروف، فرج الكروب عن الناس، نفس الهموم عن الناس، قضى ديون الناس، ساعد الناس، ازال دمعه من عيون الناس. ألما مرت وما غربت شمس هذا اليوم إلا وأصبح لسيدنا موسى بيت يأوي، وأصبح لسيدنا موسى عمل، وأصبح لسيدنا موسى زوجة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. تعالى نبتدي حلقتي أنا وإنت الأول، شوف فيديو، وعايز أرجع أتكلم مع حضرتك في حاجات كتير قوي مهمة شغلاني. يجي واحد يقول لك إيه اللي حصل في فلان ده حقي، بنته اتطلقت، الله حسبي الله ونعم الوكيل، انا قايلها من 10 سنين، يشوفوا في ضناه، يشوفوا في اهل بيته، يشوفوا في اللي هيوجعه. واحد ظلم في الشغل وهو مش كده قاعد يدعي يقول يا رب انتقم، يا رب خد لحقي، وطبيعه الدنيا والحياه الراجل ده جاله مرض، حاضر هطلع، جاله المرض وقال يا رب انتقمت لي، يا رب ايه ده الراجل بيموت من المرض، ده الراجل يعني خلاص. واحد تاني يقول لك يا رب اللهم لا شماته ولكن عدلا. هو فيه، تعال نشوف الفيديو ده ونرجع لكم، وده ايه اروى ما تكون ابكم معنا. كنا نجيب من العلبة اللي جبلينا دي. ايوه المية حلوة قوي والله، يحل دنياكم ويخليكم ويبارك فيكم ويكفيكم شر الطريق ويعود عليكم بخير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الاخوة المتبرعين للبير. فاحنا كنا بنجيب مية من مسافة يعني بتاع نص كيلو او كيلو بالاطفال اللي بجيب في الجراكن، لكن بسم الله ما شاء الله المية حلوة، بسم الله ما شاء الله وفرتنا المية على اللي عند البيت. نشكر القائمين على هذا المشروع. نشرب منه واحنا طيبين يا رب العالم، ندعي كل ما نشرب ندعيهم يجعل ميزان حسناتهم يجعلهم في قرار الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيهم ويرحم الله والديهم ويجعل لهم في حسناتهم، وبارك الله فيهم وفرحونا، الله يفرحهم دنيا واخره، الله يرحمهم ويسامحهم كل اي انسان شغال في الموضوع، الله يرحمه ويسامحه وبارك له فيه وبارك له ولده وفي رزقه وفي صحته. نحن طبعا كنا قاعدين نقول ميه ويملى ميه من بعيد، فربنا سبحان الله وتعالى بعثكم لنا نتحتونا بالميه اللي جبتوها لنا، وربنا يجعلها في ميزان حسنات وجزاهم كل خير وشكر المتبرع، ويا ربنا يجعلهم في ميزان حسنات. ان شاء الله يجعلهم من اهل الجنه
اللي تبرح بالميه دي ان شاء الله يوسع في رزقكم، نجيبوا فعلا اخر الدنيا من قبل نجركم بجني، ده خير كثير ان شاء الله يوسع في رزقكم ويجعلهم من سكان الجنه وعود عليكم اليوم بخير، يفكم شر متخبوا بلا ودين. هرجع واسال السؤال، في حد بيقولك اللي بيحصل في الراجل ده حقي، اللي بيحصل في الست ده الظلم اللي ظلمتهولي قهرت قلبي، اللي بيحصل في المدير ده انه جه عليا وانا لسه صغير في اول طريقي. تسمعوا صحيح، هو انا معرفش يا شماته، وبعد كده يقولك اللهم عدلا، وانا عارفه ان كلنا بنتحاسب على كل مثقاله ذره، ولكن هو احنا دخلنا الدايره دي ازاي؟ هو مين الصادق، احنا ولا الناس دي بتقابل مصيرها ونصيبها؟ هو ايه اللي بيحصل؟ المفروض الانسان يرمي همومه في الحياه على ربنا، واللي ظلم في الحياه هو ما بيظلمش غير نفسه. يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج، ولذلك قال اتقي دعوه المظلوم، ما قالش كافر ولا مسلم، ما قالش دينه ايه، ما قالش ديانته ايه، قال فانها ليس بينها وبين الله حجاب. دي أول حاجة نزلت على الصحف بتاع سيدنا إبراهيم لما سألوه رسول الله إيه صحف إبراهيم وإيه صحف موسى، فاتكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الظلم، عن مسألة إياك أن تظلم، إياك أن تظلم، ولذلك قالوا يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. الساعات اللي انظلم فيها المظلوم هي عدت ونسي، ولكن ساعة أن يعيد الله تبارك وتعالى الحقوق إلى أصحابها اليوم ده بيبقى جديد على الظالم. ولذلك المظلوم قال للظالم في يوم من الايام، قال له ستراني في دعائك الذي لا يستجاب، انت ظلمتني في الحياه، ده ان كان ظلمه، قال له ستراني في دعائك الذي لا يستجاب. لما قال له اسمع الحياه مش مقياس، انا لو ما عرفتش اخد حقي في الدنيا انا اخد حقي، ده فيه يوم اسمه يوم الحق، يوم اسمه يوم الدين، من ظلم هنا لا يظلم هناك، ومن اكل في هذه الحياه اقسم بالله يا سيدتي لن يؤكل هناك، ومن اعتدي عليه ها هنا ظلما لن يستطيع احد ان يعتدى عليه هناك، لان الله تبارك وتعالى قال مالك يوم الدين. طب هو ربنا مش مالك الحياه؟ ما هو مالك الحياه، الا ان هذه الحياه يقع فيها ما يرضي الله وما لا يرضيه، اما في يوم الدين لا يقع في يوم الدين الا ما يرضي الله. فالمظلوم قال له للظالم ده فيه حساب، في يوم اسمه يوم الدين مقداره 50,000 سنة، ان ظلمتني هنا مش هتقدر تظلمني هناك، ان استطعت ألا تلحق بي في الآخرة فافعل، لأني أنتظرك بين يدي أحكم الحاكمين. وسترى زي ما حضرتك بتقول، سترى ظلمك لي في هذه الدنيا، ستراه في غدر من حولك بك، ستراه في دعائك الذي لا يستجاب، ستراه في قهرك وفي همك وفي غمك، ستراه في فشلك في الحياة. فالإنسان المظلوم دايما يخلي علاقته بربنا قوية. طيب ومين اللي علاقته بربنا قوية؟ المظلوم لو علاقته بربنا قويه سيب الامور لربنا، لان ربنا كده كده هياخد الحق. ربنا مش مستني مش مستني المظلوم لما يدعي على الظالم. هو المظلوم لو ما دعاش على الظالم ربنا مش هياخد المظلوم حقه؟ ما هو ياخد لك حقك. ده افضل الاشياء انك تسيب امرك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. هو المتصدق بيرفع اموره كلها على الله كده؟ المتصدق ما بيفكرش؟ ما فيش حاجه ترفع البلاء عن الانسان والهم عن الانسان والتعب عن الانسان الا الانسان المتصدق. ويعجبني ان الناس المتصدقه دي يا استاذ فاهم الحياه. فهم الحياة صح. لما نشوف يعني رخامة زي دي، إنسان متبرع مش كاتب اسمه، كاتب من الله وإلى الله. الجملة دي لما حتى لو كتب اسمه يا شيخ عبد الحميد، نعم حتى لو كتب اسمه في يوم من الأيام هيعرض وهو اسمه مكتوب على حاجة مشرفة صحيح، دايرة حسنات على حياته صحيح، مفيش مشكلة. ولكن لما يكتب من الله وإلى الله عارف إن الحياة كلها والربنا اللي اداله المال ده، وهو المال ده ربنا خده منه. وربنا بياخد المال من البني آدم ليه؟ ليه؟ بياخد الماء ده دليل افضل ما تفعله الصدق، وهنعيد الكلام مره واثنين وثلاثه، افضل ما تفعله الصدقات بصاحبها ان الله تبارك وتعالى احب مالك. هو ربنا لو ما احبش مالك هياخده ليه؟ طب ما في ملايين، الله تبارك وتعالى يضرب لنا في الناس عبره، وده اللي بنشوفه في الحياه. اقسم بالله هناك من البشر من يتعب الانسان، من يتعبك ويتعبني اذا ما سرت بسيارتي حول ما اتاه الله تبارك وتعالى من ملك ومن مال، ومع ذلك لا يخرج لله شيء. هو ربنا مش عايز المال. وهناك إنسان في الحياة يعمل بكده وتعبه وعرقه ومع ذلك يخرج لله كل شيء. الأول الله أعطاه كل شيء ولا يخرج لله شيء، والثاني الله تبارك وتعالى ما أعطاه شيء ويقاسم الله تبارك وتعالى في كل شيء. فالصدقة دليل على المحبة. زمان وأنا صغيرة شفت واحد بدون ذكر اسمه كان مسافر رايح مشوار بعيد في السويس، وكان هو لسه في حياته يعني بيته ومراته وولاده،
وكان جاي في البلد اللي أنا فيها، والله ما أخبى عليكم كنت في المنوفية. المهم بقضي عيد، طلع قابل حد مريض في منتصف الطريق كده، وهو بيجيب حاجة بسيطة ياكلها، عصير مثلا، بسكويت، لأن طريقه خلاص هيمسك الطريق بقى وأتوكل على الله. فقابل حد مريض ما عرفوش قوي، قاعد يفكره بنفسه هو أخوه، ما كانش معاه لأنه كان بيشتري عربية، ما كانش باقي معاه في جبوت عربيته غير 3000 جنيه. فتح طلعهم، لأن الراجل ده كان بيشتكي له بيغسل كلى ولسه مريض جديد، موضوع أزمه وسابه، ساب 3000 جنيه وسافر لحد ما راح السويس. مشوار على فكرة، مشوار كبير، ما كانش عارف عربيته فيها بنزين ولا لأ. أقسم لي بالله، كنت لسه صغيرة كده، إنه كان في معية الله. بقول له حضرتك طلعت ازاي يعني؟ ما قال لي انا واثق وعلى يقين ان انا في معية الله، حتى لو عربيتي وقفت، حتى لو كاوتش باظ، لسه جديدة ومش بتاعته، بيجرب بقى ماشي، انا في معية الله. عايز اقول لحضرتك، في خلال سنوات هو بسم الله ما شاء الله من اهم الاسماء اللي ايه، رحمة الله عليه طبعا، اللي يخليني انا دلوقتي احكي لكم الواقعة دي. أهم الأسماء اللي اسمها بيتقال يعني في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، وإلى الآن يذكر بكل خير. شوف بقى اللي أنا بكلم حضرتك فيه ده، اليقين، هي مسألة اليقين. أنا فلان تعبان، أو فلان أنا نويت بإذن الله أطلع ده صدقة من مالي، أنا ماليش دعوة بالعبد اللي بياخدها، مالي وشأني، أنا مالي زي زيه، أنا محتاس وهو محتاس، صحيح. أنا محتاس في اللي يخصني وهو محتاس في اللي يخصه، صحيح. لكن أنا ربنا أعزني، صحيح، بالجزء ده، صحيح. فاليقين إن أنا ماليش دعوة بالعبد، أنا بعامل الله الواحد الأحد، اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد، أنا ماليش دعوة، اللي يروح يروح واللي يطمر فيه يطمر واللي ما يطمرش فيه ما يطمرش، ما خافش، إحنا مالنا؟ إحنا بنعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى عندنا يقين فيه. يعني انت منتصر شايف ان التقرير اهم مني انا ومولانا؟ طبعا ما ينفعش، صح مولانا؟ قالوا ان اردت الا تندم على شيء في الحياه افعل كل شيء لاجل الله ولن تندم ابدا. صح، الله عليك. الشيخ عبد الحميد، نطلع تقرير، نطلع تقرير ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. يقول المصطفى الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. مع مؤسسة فعل خير النهاردة زي ما انتم متعودين معانا، بنوصل لأبعد الأماكن اللي ممكن يتخيلها إنسان، ممكن نسافر يوم كامل علشان نوصل لمكان زي ده، مسجد محتاج نمد إيدينا ليه، مسجد محتاج نقف معاه زي اللي احنا شايفينه دلوقتي بالظبط، مبني من الصخر. تخيل كم تكبد أهل هذا المكان العناء كي يصلوا إلى ما نراه الآن. الجهود الذاتية، بدينا في المسجد بالدفش زي ما انتم شايفين بالنقل، والناس يعني بالجهود الذاتية والشباب، فبنينا بالدبش وصبينا برضو بالخرسانة، ومحتاجين تشطيب ومد العون من أهل الخير. بارك فيكم ربنا سبحانه وتعالى. أنا عاوز أقول لك إن الناس دول عملوا اللي عليهم، وبدام انت شفت ان المسجد محتاج كذا، انك شفت ان المسجد من غير نجارة، شفت ان المسجد من غير فرش، من غير محارة، شفت المسجد من غير بلاط، من غير سيراميك، يبقى بقت مسؤوليتك انت، مسؤوليتك ان المسجد ده يكمل كهرباء، يكمل ليه دورة مية، يكمل ليه سباكة، يكمل ليه سيراميك، يكمل ليه نجارة،
يكمل ليه أدوات الصوت بتاعته. الإنسان اللي عايز يبقى له ذكرى في الحياة يعمل لما بعد هذه الحياة. ليس كل من عاش في الحياة ذكر، فالمرء يبدأ فكرة ثم يصير بعد الفكر ذكرى ثم يصير بعد الذكر ذكرى. تمر الأيام والشهور والسنين مع الدهور وينسى، فالمذكور في الحياة من أدام الله ذكرى. المسجد ده محتاج إيه؟ ده مسجد ضمن 10 مساجد دلوقتي لأهالينا في مطروح. مؤسسة فاعل خير تولت أمرهم. المسجد ده محتاج كل حاجة، زي ما احنا محتاجين، ما شايفين كده على قدام السادة المشاهدين شايفين، المسجد ده محتاج نجارة، المسجد ده محتاج سباكة، المسجد ده محتاج بلاط، المسجد ده محتاج أدوات صوت. الناس اللي هناك عملت اللي عليه، الباقي ان احنا يكون عندنا توكل زي ما حضرتك بتقول، التوكل الحقيقي على ربنا وصفة حقيقية بالله، عشان ربنا يزيل همك. لو زي الناس دي مش عايزة حاجة في الحياة ان الهم بتاعهم يتزال، ويصلوا الاوقات بتاعتهم هم واولادهم في المسجد، لان المسجد هناك ده بيبقى جامعة بالنسبة للاولاد، بيتعلموا فيه كل شيء، بيتعلموا فيه القراءة، بيتعلموا فيه الكتابة، بيتعلموا فيه القرآن، بيتعلموا فيه الصلاة، بيتعلموا فيه كل شيء. الناس هناك بدون مسجد بدون حياة. ايه اللي يجمع الناس على الكلمة كلمة كويسة؟ إيه اللي يجمع الناس على الدعوات الطيبة؟ إيه اللي يجمع الناس في المساجد على الصلوات غير المسجد؟ هو في حد أكيد ناس رحلت عملت مساجد، صحيح، عاملين إيه بقى في ترابهم وفي مقابرهم؟ الناس اللي عملت مساجد لربنا، ولما يروح لربنا بس ده عمل عظيم أوي يا شيخ عبد الحميد. نعم عمل عظيم، يعني مش هينة. المساجد لما تعمل حاجه ربنا، لبيوت ربنا، انت منتظر ايه من ربنا؟ هل جزاء ده؟ ربنا بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما زي ما حضرتك بتقول، ده التوكل الحقيقي. التوكل الحقيقي في الحياه يا استاذه ان تكون كل الابواب مغلقه عليك والنوافذ موصده عليك، ان تكون كل الظروف صعبه في الحياه. النهارده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، عشان ما تقولش انا ما معيش او انا مش قادر او انا عندي هموم، ده الصدقه دي زي ما قلنا قبل كده، ده الراجل كان بيقول ده انا مطلع صدقه على، مش عشان انا معايا فلوس، ده عشان يبقى معايا فلوس. بس احنا قافلين المحبس من فوق وعايزين الميه تنزل. انت قافل المحبس على نفسك ليه؟ اسال نفسك، انت قافل المحبس على نفسك ليه؟ طب انت قافله على نفسك، طب انت الحياه دي هتستمر لك بالنسبه لك؟ ده الناس اللي راحت ربنا وهي عملت صدقه جاريه بتدر عليها حسنات الى يوم القيامه، الميت عايز ايه غير ان حسناته تزيد؟ وفي كل يوم المتصدق هو حسناته بتزيد. النبي عليه الصلاه والسلام صدقه جاريه، صدقه جاريه دي تسقي ناس شويه مي، تشوف ست مكروبه تزيل الكرب بتاعها. ما فيش في الحياه شيء، الامام ابن القيم بيقول، يعني كتب كتاب جميل جدا، قال ما فيش شيء في الحياه بيعيش مع نفسه ابدا ولا يعيش لنفسه. النخلة دي لو احتفظت بالتمر بتاع لنفسها ما يبقاش لها ميزة. قالوا الإنسان لو عاش كل شيء لنفسه ألا تعطلت حركة الحياة على الأرض. الإنسان النهر ألا يشرب ماء، ألا البحر لا يأكل سمك، ألا ذات الدرع لا تشرب لبنها، ألا الأشجار لا تأكل ثمارها، ألا فلنكن عونا لبعض. هذه رسالة الله تبارك وتعالى للإنسان من خلال كل هذه الأشياء. إذا جاءك المهموم أنصت، إذا جاءك المعتذر اصفح، إذا جاءك من يطلب منك أعطه، واعلم أن كل شيء في هذه الحياة يذهب ويزول إلا الخير، فإنه يظل مغروس في نفوس الناس. النهاردة الصدقة هي اللي بتبين قيمة الإنسان، لأن هي دليل على الصدق الحقيقي، دليل على صدق. أنت صادق مع ربنا في الكلام ولا إحنا أنت تبع أي فريق؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله تبارك وتعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. كأن الصدقة دي سبب لتفريج الهموم، هي اللي هتزيل همك. السيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام راح لها مهموم خايف على نفسه، سيدنا جبريل ضمه أكثر من ضمة في الغار وقال له اقرأ. النبي يقول له ما قنا، النبي عليه الصلاة يقول فضمني حتى بلغ مني النبي عليه الصلاة والسلام ضمة جديدة لأنها من ملك. ولذلك قالوا كلام أتعب القلب، كلام أتعب القلب، وضمة أتعبت البدن. قال له لأنها ضمة من ملك، طب إيه العلاج؟ قال له ضمة بضمة، فضمة في الحياة تتعب وضمة في الحياة تريح. قال وبعيدا عن أحضان أمك في الحياة أنت لن تستريح، الضمة الوحيدة أنت فيها المنتفع، فتخليك مع ربنا. فراح للسيدة عائشة بيقول علماء رضي الله عنهم وأرضاهم بيقول فذهب إلى نفسه، ما قالوش إلى زوجته، قال فذهب إلى نفسه، يا عائشة خشيت يا خديجة خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. السيدة خديجة ما في وحي نزل، ما في رسالة لسه جت، ده لسه أول لحظات الوحي. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، أنت جبت الثقة دي، أنت ربنا مش يخزيك أبدا. شوف السيدة خديجة قالت إيه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر وتغيث المكروب، إنك لتصل الرحم. قال واصل الرحم في الحياة لا يخزيه الله أبدا. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة ثانية، أبقوا معنا.
الله تبارك وتعالى يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طب إيه الجزاء يا رب؟ يقول فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. محتاجة السترة من عند ربنا بس تعملوا لي البيت ده اللي يتهد علينا والعيال. ربنا يقدركم على الخير يا رب ويعلم قدركم كمان وكمان، وتلقى البورس والحاجات بتسرع علينا. والله والله زي ما انت شايف كده ان مش قادرين، الراجل عنده 65 سنة والله اللي احسن من كل حاجة وتسرع علينا. والله الاكل اللي بنعمله ما حافظناش عليه، ما نعرفش ناكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. أي نعمة وأي ثواب وأي أجر أعظم من أن يسترك الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طب بتدور على الستر يوم القيامة، لازم تبص على الناس دي. والله اللي أحسن من كل حاجة وتسرع عليه. والله الأكل اللي بنعمله ما حافظناش عليه، ما نعرفش ناكل. والحمد لله احنا راضيين باللي عاطيه لنا ربنا، وراضين بعيشتنا، ناكل بمشي، ناكل بجبنه، ناكل باي حاجه راضيين. عايزين ثلاث بيوت عاوزين يتعمل، وعندي بنت عاوزه جهاز برضه. انا عندي البيت ده معمول باللوح وعليه بوص من فوق عفش. امر ده يجي قدامك يبقى والله ربنا دايت لك الخير، دايت لك الخير لحد، لانه جاب لك الخير لحدك. ولما يعوز انك تجبر خاطر الست دي هو ربنا يقدر يديها، بس ربنا جاب لك الخير عشان رايد بك الخير وقال لك اجبر خاطر الناس، لان الخير لا ياتي في الحياه الا بالخير. وتلقى البورس والحاجات بتسرع علينا. والله والله زي ما انت شايف كده ان مش قادرين، الراجل عنده 65 سنة والله اللي احسن من كل حاجة وتسرع عليه. والله الاكل اللي بنعمله ما حافظناش عليه، ما نعرفش ناكل. وراضين بعيشتنا، ناكل بمشي، ناكل بجبنة، ناكل باي حاجة راضيين. هتكلم مع حضرتك بكل وضوح بكل صراحة، خلينا متفقين ان ما فيش حد بيجرب الصدقة، وخلينا متفقين في قانون في حياتنا اسمه منزاق عارف. صح. اللي بيدوق طعم الحاجة مش محتاج حد يتكلمه عنها. صح. وعارف طريقه وسكته، عارف طعم ده ايه، عارف حياته بتتبدل ازاي، عارف انه ازاي وقتها لازم يبقى على يقين وعلى علم، مش في الله بس، ان ده حق ربنا مش هفضل مننا. ستي محتاجة ايه؟ دول أكتر من 2000 حالة لأهلنا في الفيوم والأهلنا في المنيا والأهلنا في بني سويف. حد بيشوفني بيقول أنا عايز أعمل حاجة صدقة رحمة ونور على بابا وماما. طيب هل يجوز الصدقة على الست دي من أموالهم؟ هو أصل ده، هذا أصل الصدقة، ما يحتاج إليه الناس، وتفريش كروب الناس بالصدقة ده أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى رب، أفضل الأعمال صورة تدخلها على غيرك. شوف دعوة بالستر من الست دي، إحنا قلنا عندنا أكتر من 2000 حالة لأهلنا في الفيوم وبني سويف، قلنا الحالة الواحدة الحالة الواحدة بتحتاج أكتر من سهم، السهم الواحد ب5000 جنيه، الحالة الواحدة قد تحتاج سهمين، تحتاج خمسة، تحتاج ستة، على قدر الظروف. النهاردة الأرقام الموجودة على الشاشة اللي الست دي اللي هتولى أمرها النهاردة هي دعت لك بالست. هو الإنسان عايز في الحياة إيه غير الست؟ قالوا من أعطي الست فقد أعطي كل شيء. لذلك قالوا ما كترش في الدعاء، قال لو هتدعي في يوم لنفسك ادعي ربك يسترك. لو هتدعي في يوم لنفسك ادعي ربك يسترك، ستره يعني يكون في عونك وفي حياتك يجبرك. يعني يصرف شر خلقه يرضى عنك ويرضيك، يعني تلقي الرزق جاي لك بيناديك وبيغمرك. النهارده لما تشوف الست دي محتاجه بتقول لك انا محتاجه انستر، اللي هيسترها قالوا من ستر ستر، ومن جبر خاطر الناس جبر خاطره رب الناس. الله تبارك وتعالى سيدتي اسمه الجبار، معنى كلمه جبار الذي يجبر الضعيف بالقوه ويجبر الفقير بالغنى، واسمه الجبار. ولذلك قالوا الله جابر للخواطر، الله يسعى في رضا العباد، فاسعى أنت في رضا ربك يسعى ربك في رضاك. قالوا كل الله في الحياة كما يريد، يكن لك ربك في الحياة كما تريد، أعط الله من نفسك ما أراد، قالوا يحقق لك ربك المراد. أنت النهاردة أنت عايز إيه؟ أنت خايف على نفسك؟
خايف على زوجتك، خايف على، ما احنا كلنا خايفين، خايفين على تجارتنا وخايفين على اولادنا وخايفين على نفسنا من الهم والمرض. عشان ما الدعوه بالستر هي دعوه بكل شيء. النهارده لما تتولى امر ست زي دي محتاجه بيتها محتاج 5-6 اسهم النهارده، قلنا سامي ب 5000 جنيه، قلنا احنا عندنا اكتر مؤسسات فعل خير الحمل شيت عليه. احنا النهارده كنا منذ ساعات بسيطه عند اهلنا في المينيا، النهارده ابار اكتر من 60 بير بتفتتحوا مؤسسه فعل خير، الناس في الحر الشديد محتاجه ميه. بيقولوا لكم ايه المتبرعين لما بتروحوا؟ احنا بنشوف حاله الناس، الحاله قدامنا مش محتاجه كلام. شوف انت تصور ان الناس كانت بتبعد من 3 كيلو 4 كيلو، ست كبيره زي ديت تقول لك ده انا تعبان، والله يا شيخ ده عندي اللي عندها شويه حبوبه، تقول الميه المالحه اللي احنا بنشربها عامله لنا مشاكل في حياتنا من ناحيه القولون ومن ناحيه دي ومن ناحيه دي، الناس تعبان. شوف بقى لما تعمل بير واحد، قلنا البير ب 30000 جنيه، احنا محتاجين اكتر من 400 بير النهارده. البير الواحد ب 30000 جنيه بتنكتب عليه رخامه باسمك، بيفضل ليوم القيامه يدر عليك حسنات. هل الاسم اللي على الرخامه ده مش بيجي يقول كل حاجه هتنطق؟ هل الاسم ده هيتحسب لي؟ ده يومئذ تحدث اخبارها، الاخبار كل حاجه عملتها على الارض هتشهد لك يوم القيامه. يومئذ تحدث اخبار، اخبار الارض هي اللي تتكلم، الانسان في يوم القيامه مش هيتكلم، ده اخبار الارض. ده ربنا انزل سوره في القران اسمها سوره الماعون. ايه معنى كلمه الماعون؟ يعني الحاجات اللي احنا بنعين بعضنا بقى بعض في الحياه، اسمها سوره الماعون. الارض الذي يكذب ولا يحض فويل، اسمها سوره الماعون، يعني الحاجه اللي احنا بنعين بها بعضنا بعض في الحياه، الله تبارك وتعالى انزل بها سوره في القران الكريم. فانت لما اخوك تشوف ست زي دي محتاجه وسطه ميه، طب ست زي دي محتاجه البيت محتاج قد ايه؟ 5-6 سم. حاول بالارقام الموجوده قدامك علشان تقول انا هشوف الست دي محتاجه ايه، هعمل لها البيت بتاعها، هسترها عشان يا رب في المقابل انت تستر. ما تطلب من ربنا، اطلب من الكريم. ان دقت عليك الامور قوي، كتير من الناس لما يقول لي عم الشيخ والله الامور متضايقه والبتاع، اقول له امر بسيط، احنا بنتكلم مع رب، اما بنتكلم عن ربنا يا استاذه الجواب بيبقى في كلمه واحده، الامور ضاقت عليك؟ قلت له قف على باب الواسع. اما الامور تضيق عليك قوي قف على باب الواسع. دي كلمه مامتي، انت جبت الكلمه دي بتاعتي مامتي. صح، الامور تضيق عليك قف على باب، قف على باب الواسع. عايز رحمه قف على باب الرحيم، عايز احسان قف على باب المحسن. طب حضرتك ايه بسرعه النهارده؟ احنا النهارده محتاجين اكتر من 300 وصله ميه لاهلنا في الفيوم، سعر وصله الميه 3000 جنيه عشان سترك. احنا النهارده عندنا اكتر من 400 بير النهارده لاهلنا في مطروح ولاهلنا في المنيا وبني سويف، سعر البير 30000 جنيه، قلنا عاملين له مؤسسه فعل خير عاملها على 6 اسهم، السهم ب 5000 جنيه، عندنا اكتر، هدي المهم، اكتر من 3 محطات ميه، محطه الميه اللي بتسقي ملايين من البشر، الاف مؤلفه ملايين، كل اللي رايح واللي جاي ب 190000 جنيه، عملناه على 19 سهم، السهم ب 10000 جنيه، حاول قدر الاستطاعه واعرف ان دي الشجره اللي انت هتستظل بظلها يوم القيامه. واما تعمل لنفسك اوعى تنسى ابوك، اوعى تنسى امك، اوعى تنسى زوجتك، اوعى تنسى اولادك في الحياه. نورتني وشرفتني يا شيخ عبد الحميد. الله يخليك يا استاذ. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. ما اعرفش اليوم الجاي هروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا في واقع ويدور حواليهم. استنوني كل يوم حد واثنين واربع على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.